La satan wa izam bi waladi al hasane kadak bala wa qala assalamu alayka ya umma wa faqultu wa alayka assalamu ya qurata aini wa samrata fuadi faqala ya umma inni ashumu inda kira ya tan tayyibatan kana rahya to jaddi rasulillah faqultu na min jada ka akha ka tahta al kisa faq bal hasanu nawal kisa wa qala assalamu alayka ya jada ya rasulillah atazun li an adkhul ma ka tahta al kisa قال وعليك السلام يا والدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فداخل ما هما تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذن بوالدي جل حسين قد أقبل وقال سلامك يا أمه فقلت وعليك السلام يا والدي ويا قرة عيني والسمرات أفوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رايا طيبات كان رايا تو جدي رسول الله فقلت نام إن جدك أخاك تحت الكساء فدن الحسين ناول کی سائے وقال السلام علیک یا جدہ ہو یا رسول اللہ علیک السلام ومن اختار روا تعظن علی ان ادخل ماکم تحت الکسائے فقال علیک السلام یا والدی و یا شافع امتی قد اذنت لکا فداخل ماہم تحت الکسائے فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی جبن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابو الحسن و یا امیر المومنین فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كان راحية تو أخي وابن عمي رسول الله فقلت نام ولدك تحت الكساء فقال علي ناول الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللوائي قد أذنت لك فداخل علي تحت الكساء ثم أتيت ناول الكساء وقلت السلام عليك يا بتاؤ يا رسول الله تعذرني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله پیدار فجل کی سایہ واو میں بے جملہ الى السماء وقال الله هم ان ها اولى اهل بيتي وخاصتي وهامتي لم هم لمي ودمهم دمي يولمني ويولمهم يازنني ما يازن هم من حرب لمن حربهم وسلم لمن سالمهم وادو لمن آداهم ومحب لمن آبهم انه مني وانا منهم سجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك عليا واذيب عنه مرشتهم تطهيرا لا وما صل على محمد فقال عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات اني ما خلقت السماء مبنيات وارضا مديات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيات ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا في محبت هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء فقال امين جبريل يا رب من تحت الكساء فقال عز وجل هم اهل بيت نبوته مادن رسالته هم فاطمه تو وابوها وبالها وبنوها فقال جبريل يا رب اعتذر لي ان اهبط الى الارض اكون معكم سادسا فقال لهم قد اذنت لك فهبط الامين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلى يقرؤك السلام ويخصك بتحيات والاكرام ويقول لك وعزتي وجلالي اني ما خلقت سما مبنيات ولا ارضا مديات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيات ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا لاجلكم محبتكم قد اذن لي ان ادخل معكم فالتاذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا امين وعلي الله انه نام قد اذنت لك فداخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي ابن الله قد يقول انما يريد الله ليذهب عنكم مرس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال علي لابي يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه واله والذي باسني بالحق نجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل مما حافل اهل الارض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا الا ونزلت عليهم الرحمه وهفت بهم الملائكه واستغفرت لهم الا ان يتفرقوا فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا وفاز شيعتنا رب الكعبه فقال ابي رسول الله صلى الله عليه واله يا علي الذي باسني بالحق نجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مامهم الا وفرج الله هم ولا مغموم الا وكشف الله غم ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام اذا والله فزنا سويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويدوا في الدنيا والاخره ورب الكعبه اللهم صل على محمد وعلى